للمزيد ينضم إلينا السيد جمال رائف الكاتب الصحفي. يعني بداية وبعد التحية، كيف تتابع إذن زيارة رئيس طاجيكستان إلى مصر، وأيضا دلالة هذا التوقيت، خصوصا أن طاجيكستان هي دولة من دول الاتحاد السوفيتي سابقا، وهي دولة من دول آسيا الوسطى؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. طبعا قمة مهمة جدا وترفع بالعلاقات الى افاق جديده، وبالتاكيد حتى هذا ظهر في ما يتعلق بتوقيع العديد من بروتوكولات التفاهم والتعاون المشترك، وبالتالي هي زياره مهمه وتدفع العلاقات الى افاق ارحب. مصر بشكل عام بتنمي علاقاتها الخارجيه بشكل متوازن وتنفتح على الجميع، ولديها علاقات متوازنه مع كافه النقاط الجغرافيه حول العالم، وكان هناك اهتمام ملحوظ من القيادة السياسية المصرية بتنمية العلاقات المصرية مع الشق الآسيوي، ورأينا جولة السيد الرئيس في عام 2018 الآسيوية، وأيضا كان هناك أيضا علاقات بالأمن المشتركة ما بين مصر وطاجيكستان في عام 2019، ونتج عنها أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات، واليوم أيضا بنشهد عدد آخر من الاتفاقيات ليكون امتداد لهذا التعاون. طاجيكستان دولة مهمة في آسيا الوسطى، لديها الكثير من الخبرات في مجالات التعدين وأيضا الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة، وأيضا لديها خبرة في مجال مكافحة الفكر المتطرف، وأيضا مصر لديها تجربة رائدة في الإقليم، وأصبحت قبلة لكل من يريد التعاون يعني الالتقاء بالخبرات المصرية التي أصبحت في كافة المجالات. ومصر أيضا مهتمة بمجالات التعدين والطاقة النظيفة وأيضا مجابهة الفكر المتطرف، وعشان كده يمكن بنلاقي أن الشق الثقافي يحظى باهتمام كبير جدا ما بين مصر وطاجيكستان. بنجد أن في اللجنة التي عقدت في عام 2019 كان هناك توقيع اتفاقيات أيضا بهذا الشأن، واليوم بنجد بين وزارة الشباب والرياضة في البلدين، بنجد أيضا وزارة التعليم العالي، وأيضا حتى على صعيد الإرث الثقافي والحضاري فوجدنا ايضا يعني توقيع اتفاق له علاقه بمنطقه سيناء، وايضا منطقه مشابهه من حيث الارث الحضاري والثقافي في طاجيكستان، وبالتالي هناك محاوله لايجاد ائتلاف للحضارات واستفاده من هذه الثقافات في فكره التعايش وترسيخ مبادئ السلام والاستقرار ومجابهه الفكر المتطرف، لان بالفعل الجهود العالميه في مجابهه الفكر المتطرف يجب ان تكون من خلال التواصل الدولي في اطار الثقافه وتعزيز الثقافات ما بين الشعوب، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والشان الحضاري. وبالتالي انا اعتقد ان هي استكمالا لدور مصر الريادي العالمي الان فيما يتعلق بالتعاون مع كافه الشركاء الدوليين والاقليميين في كافه اوجه التعاون. نعم، مثل ما ذكرت منذ قليل، يعني هناك العديد من المباحثات والتعاون التي تمت بين مصر وطاجيكستان على مدار السنوات الأخيرة. إذا كيف يمكن البناء على ما تم، خصوصا يعني أن المنطقة تزخر بالعديد من التحديات، وأيضا على صعيد ما يحدث عالميا؟ بالتأكيد في ظل هذه المتغيرات الدولية وظل هذا التناحر بين القوى الكبرى، أعتقد أن الدول النامية والصاعدة عليها أن تتكاتف، وهذه الدول النامية والصاعدة من كافة الأقطاب ومن كافة النقاط الجغرافية عليها أن تحدث نوع من أنواع التكامل المعرفي والثقافي والاقتصادي والتنموي، وهذا مهم للغاية لأنها علاقات يعني كما يمكن أن نقول مرفوع عنها يعني الحاجز السياسي، يعني علاقات مبنية على المنفعة المتبادلة، وين وين جيم. وبالتالي أنا أعتقد أن في هذه المتغيرات الدولية هناك فرصة سانحة للدول النامية والصاعدة لإحداث هذه الشراكات الناجحة، حتى تنأى هذه الدول بنفسها عن هذا الصراع الذي يعصف يعني أمال وطموحات الدول والشعوب النامية، لأن مش بس حتى الصراع الدولي على صعيد التغيرات المناخية، على صعيد التضخم والأزمة الاقتصادية الراهنة، وبالتالي هنا التعاون مجدي جدا، وأعتقد أن هناك فرص كبيرة جدا لمثل هذا التعاون. يمكن حتى كان هناك اتصال هاتفي ما بين السيد الرئيس وما بين أيضا رئيس لأحد الدول المهمة في هذا النطاق الجغرافي منذ أسابيع، دولة كازاخستان، وبالتالي هناك اهتمام ملحوظ من قبل الدبلوماسية الرئاسية لتعزيز الشراكات المصرية مع كافة الدول في آسيا بشكل عام وفي آسيا الوسطى بشكل خاص.
نعم، إذن ما هي الجوانب التي تسعى كل من مصر وطاجيكستان إلى تعزيزها في العلاقات بينهما؟ أنا أعتقد أن هناك مجالات مهمة للغاية، على رأسها طبعا المجال الثقافي وتواصل الحضارات، وهذا ظهر جليا في توقيع عدد من الاتفاقيات اليوم تعزز هذا الإطار. أعتقد أيضا هناك مجالات ربما تكون مستقبلية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستفادة من الموارد المائية. نعم طاجيكستان دولة حديثة، ولكنها لديها موارد مائية عذبة عظيمة للغاية، ولديها أيضا مشروعات لا علاقة بتوليد الكهرباء واستغلال الأمثل للموارد المائية. ومصر أيضا لديها تجارب رائدة في هذا المجال، وامتدت هذه التجربة حتى على الصعيد الأفريقي. نجد مصر لديها مشروعات في القارة الأفريقية لا علاقة بهذا الشأن، زي سد مثلا جبل سنيريري، زي المشروعات المائية في جنوب السودان وغيرها من النقاط الجغرافية. وبالتالي أيضا التعاون ربما مستقبلي في هذه النقطة، أعتقد أنه مهم جدا. أيضا طاجيكستان مهتمة بالاقتصاد الأخضر وبالاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة، ومصر هذه النقطة أحد النقاط المهمة على أجندتها واستراتيجية الدولة 2030، ومن ثم من الممكن أيضا أن تكون من النقاط المستقبلية في التعاون. أيضا فيما يتعلق طبعا بالتعدين والصناعات الثقيلة، لأن طاجيكستان أحد الدول المهمة في صناعة الألمونيوم، وأيضا لديها خبرة كبيرة جدا، ولديها مناجم فضة عملاقة. وبالتالي أيضا مصر الآن بتشهد طفرة كبيرة جدا في مجال التعدين واستخراج المعادن، وأيضا إعطاء قيمة مضافة من خلال التصنيع. ومن ثم من الممكن أيضا أن يكون هناك تعاون وتبادل خبرات في هذا المجال. وبالتالي احنا نتحدث عن آفاق كبيرة جدا وكثيرة. نعم. من الممكن أن تدفعها هذه الزيارة وهذه القمة، وتكون هذه القمة في الحقيقة أحد النقاط المهمة لترسم علاقات استراتيجية ما بين الدولتين. نعم، السيد جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.